تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بوضع حجر الأساس لمشروع مركز مدينة خليفة الصحي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. واستهل الحفل بكلمة لسمو محافظ المحافظة الجنوبية أكد فيها أن وضع حجر الأساس لمركز مدينة خليفة الصحي مناسبة تاريخية هامة تؤكد سير المحافظة الجنوبية نحو بذل المزيد من الخدمة والعطاء بفضل التوجيهات السديدة المباركة لجلالة الملك المفدى وبدعم من سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد، لتكون المحافظة حاضنة لكبار المشاريع ومستفيدة من التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وأوضح سموه أن مثل هذا المشروع يأتي ليحقق رؤى وتطلعات الأهالي والمواطنين الذين تسعى المحافظة لتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم من خلال الزيارات واللقاءات المباشرة، حيث تقوم المحافظة بطرح المشاريع والعمل على بلورتها وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم لهذه المدينة النموذجية الرائدة، منذ أن تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بإطلاق اسم مدينة خليفة لتكون اليوم مدينة نموذجية باحتضان هذا الصرح الصحي الكبير لتضاهي المدن العالمية الصحية النموذجية والمستقبلية. كما أشاد سموه خلال كلمته بالدعم الكبير واللامحدود لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه المحافظة الجنوبية بعرض أبرز مشاريعها التنموية على سموه، ومن أهمها مشروع مدينة خليفة الصحي الذي حظي باهتمام خاص ورعاية كريمة من سموه بإصدار توجيهاته الكريمة لتنفيذ هذا المشروع لوزارتي الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني والصحة، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع المحافظة الجنوبية لهذا المشروع الخدمي والصحي الرائد. بعد ذلك ألقت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة كلمة بهذه المناسبة، أكدت من خلالها أن وضع حجر الأساس لمركز مدينة خليفة الصحي يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين لما يلبيه من احتياجات ومتطلبات أهالي مدينة خليفة النموذجية كمدينة مستقبلية في المحافظة الجنوبية. وتضمن الحفل فيلما مرئيا لمراحل متابعة مشروع مركز مدينة خليفة الصحي بالتنسيق المشترك مع وزارتي الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني والصحة، حيث حظي المشروع بتبرع سخي من بنك البحرين الوطني الذي يؤكد دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الخدمية والصحية. ما بين التوجيه والتنفيذ، نهج تطبيق وسياسة جدية تنبذ التباطؤ لتميل دائما نحو السرعة في الإنجاز. إنجاز مشروع نوعي سيفي بغرض تقديم الخدمة الصحية لأهالي منطقة الدور وجو وعسكر، بالإضافة إلى أهالي منطقة مدينة خليفة الواقعة ضمن نطاق وامتداد المحافظة الجنوبية. ولذلك عملت المحافظة بالوزارات والجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذا المشروع اللي كان يعني الكثير للأهالي، وتشرفنا أن نقابل سمو رئيس الوزراء وأخذنا مباركة سموه ودعمه إلى أن اليوم نضع حجر الأساس، فلله الحمد احنا سايرين إن شاء الله لبذل المزيد من الخدمة والعطاء. الاستعجال في وضع طوبة الأساس الأولى لمشروع بناء مركز صحي في مدينة خليفة بكلفة مادية قدرت بنحو 6 ملايين دينار بحريني جاء بعد أن بدا ملحوظا ما تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة من تطور عمراني متسارع نتيجة توالي قيام المشاريع الإسكانية بأسلوب مكثف، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع الطلب بشكل متزايد على الخدمات الصحية من قبل سكان المنطقة ككل. قامت الوزارة بإعداد المخططات لهذا، وانتهينا من هذا الأعمال المواصفات وأيضا التصاميم وإعداد المناقصة، وتم بالفعل طرح هذه المناقصة على الشركات الوطنية فئة ألف. المنطقة توسعت توسعا كبير،
الضغط الهائل على مركز حمد كانو الصحي ومركز الرفاع الشرقي الصحي، ضغط كبير ويكلف أيضا عناء الأهالي بالانتقال إلى منطقة الرفاع لتلقي العلاج الصحي هناك. اليوم أصبح هناك مركز صحي سوف يكون يلبي جميع احتياجاتهم الصحية إن شاء الله. مشروع يراد له أن تتفق أساساته وبناؤه ضمن إطار أعلى المواصفات العالمية المعروفة في مجال تشييد المراكز الصحية ذات الجودة العالية لتقديم أرقى الخدمات العلاجية والرعاية الصحية عبر مرافقه العصرية التي ستتضمن 15 عيادة استشارية وقسما للطوارئ يضم 14 سريرا ومختبرا وقسما للأشعة وصيدلية وثمان عيادات أسنان بالإضافة إلى قسم خاص للحوامل وقسم للتعليم والعناية بالطفل. وهذا المركز اللي تم تصميمه ووضعه بأعلى المواصفات الدولية والعالمية لا يضاهي أي مركز موجود في دول منطقة الشرق الأوسط وحتى أي دولة من دول العالم، وبالتأكيد إن لما يتم تدشينه وافتتاحه سيرى المواطنين في هذه المنطقة فعلا أنه بمواصفات جدا راقية، وخاصة الآن نستعد من الآن بالتجهيزات على أعلى المستويات العالمية. تعاون وثيق بين مختلف الجهات الرسمية المعنية وخطة عمل وبناء يرافقها تسخير مطلق للموارد والإمكانات كافة في سبيل إنجاز المشروع المقصود في وقته المحدد. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.